أيها الإخوة المسلمون، لقي علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا وصلى الله وسلم على جده الحسن البصري إمام التابعين، فأوصاه وصية في كلمات: والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. قال له في هذه الكلمات التي يجب أن يكتبها كل واحد منا في ورقة ويضعها أمامه ليراجعها قبل كل صلاة وبعد كل صلاة ويراجعها بقلبه في كل وقت وفي كل حين. قال رضي الله عنه للحسن: يا بصري، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا، فإن عصيت له أمرا فلا تأكل له رزقا، وإن لم تطعه وعصيت وأكلت من رزقه وسكنت في داره فأعد له يوم القيامة جوابا وليكن صوابا. يا أخي والله هذه كلمات تكتب بماء الذهب، هذا كلام لا يعرف معذرة كثير من الناس أن يقول لأنها عبارة عن إلهامات من رب العباد عز وجل لهذه القلوب النقية. يا حسن، أطع من أحسن إليك. فرضنا جدلا أن أبا كلما أمر ابنه أمر عصب ابنه هذا الأمر: يا بني اذهب لزيارة عمك فلان، لا أنا لا أحب عمك. يا بني ارفع سماعة الهاتف لتتصل بعمتك لتطمئن عليها، أنا لا أحب عمك. يا بني اذهب إلى السوق لتشتري لنا كذا، لا لا أنا لا أذهب إلى السوق. يا بني نام مبكرا حتى تستيقظ لصلاة الفجر، لا أنا لا أحب النوم مبكرا. بالله عليك، هذا الولد في نظر أبيه يعني كلما أمره أمر عصى هذا الولد أمره. ماذا يقول الأب في ذهنه في خاطره؟ الولد أنا الذي ربيته وأنا الذي علمته وأنا الذي أنفق عليه وأنا أقعده وأكسوه وذهبت به إلى أفضل المدارس وأدخلته أحسن الجامعات وتوسطت لدى المسؤولين حتى عين في مكان كذا وكذا، ورغم ذلك الولد يعصيه. الأب إما أحد أمرين: إن كان لا يريد مشاكل في البيت فسوف يعتذر الابن ويعتبره غير موجود، يعتبره هبل في الحياة، أو أن يطرده من بيته. ولله المثل الأعلى: من صاحب الفضل أولى من الأب وأولى من الأم، أليس رب العباد عز وجل؟ الذي غذانا صغارا وما تزال رعايته سبحانه وتعالى وعيانته وعنايته فينا لا لعمل منا. ولذلك عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتوسد إليك بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنك، وأنت تتبغض إلي بالمعاصي وأنت أشد ما تكون حاجة إلي. لو عاملنا رب العباد سبحانه وتعالى بما نكسب ما ترك على ظهرها من ذلك. لو دخل ولد على أبيه وقال له: أنت لست أبا لي ولا أعرفك، لطرد هذا الولد فورا من بيت أبيه، لأن الأب لا يحتمل مثل هذا الكلام. كم من ملايين في العالم بل مليارات يقولون أنه ليس للكون رب؟ قليل أم كثير؟ كثير. ورغم ذلك هل طردوا من الكون الذي نحيا فيه؟ لا لا لا، يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويرزقهم ويعطيهم من ملذات شتى، عسى أن يهتدي واحد منهم وهدايتنا جميعا
لن تزيد في ملكه شيئا، ومعصيتنا جميعا لن تنقص من ملكه شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه. فانظر الى الاب عندما امرت له اوامر شتى، والابن يعترض والابن يرفض والابن يأبى والابن يتأبى، عندئذ ينظر الاب اليه نظرة يعني سبحان الله انه ولد عاق، ولد عاق، ولله المثل الاعلى. كيف هي نظرة الله سبحانه وتعالى لنا ونحن نعصي ليلا نهارا؟ الكارثة ان العبد مما يطهر منظر الخلق، الخلق ينظرون الى الثوب والى الظاهر والى الوجه، هذا محط نظر الخلق عندك، والله لا ينظر الا الى القلب والى العمل. هل اعددت قلبك؟ يعني مثال، يجيئك ضيف مهم في البيت، ماذا تصنع؟ تأمر اهل البيت والقائمين على تنظيفه وترتيبه واعادة سبحان الله الترتيب وتجهيز الامور. لماذا؟ لانك لا تريد ان تقع عين الضيف على شيء يساء او شيء يفيد. لماذا؟ لانك تحب ان تظهر امام الضيوف انك على خير حال ببيتك سبحان الله، ولله المثل الاعلى. عندما ينظر الله الى قلب الواحد منا فيه غش وخديعه وحقد وكبر وعجب ورياء سبحان الله وطول امل ونسيان للاخره وامن من مكر الله او خروج من رحمه الله عز وجل، كل هذه الصور السيئه ينظر رب العباد سبحانه وتعالى الينا، فماذا يقول قلب عبد ساعتها او هذا صاحب هذا القلب ماذا يقول لرب العباد عز وجل؟ سبحان الله، يا عبدي طهرت منظر الخلق في مني، انا طهرت قلبك لي ولو ساعه واحده. تقف امام المراه لتعدل من هندامك حتى يراك الناس طيب الصوره، وانت تنظر في المراه. أنا نظرت مرة إلى مرآة قلبك وقلت سوف أتخلى عن العجب، سوف أتخلى عن الكبر، سوف أتخلى عن الحقد، سوف أتخلى عن المعاصي، سوف أتخلى عن الرذائل التي لا يرضاها رب العباد سبحانه وتعالى. يا حسن أطع من أحسن إليك، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطع فاضرب برأيك ان تتعودت على عدم الطاعة، تمرأت عدم الطاعة من صغرك، تقوم الى الصلاة وانت كسلان، تصلي الصلاة في اخر وقتها، تصلي الفرض دون نفل، تصلي الفرض وانت سرحان وتاهي وناهي سبحان الله العظيم، تصلي الفرض لانك يجب ان تصليه وليس هناك محبة بينك وبين طاعة الله عز وجل. لا تقول كما كان يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال سبحان الله. لن تتعود الطاعة، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمره. يعني إذا أنت لا تطع إيجابيات، لا داعي لصناعة السلبيات، لا داعي للعين أن تنظر إلى ما حرم الله، تحتقر المسلمين، تنظر إلى نزل الجرام، تنظر إلى الأب والأم يعني اشمئزازا واحتقارا بما يقولان سبحان الله العظيم، تنظر إلى المحرمات التي حرم الله سبحانه وتعالى أن تنظر إليها. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وأيضا المؤمنات نفس الأمر. عندئذ تكون بجد قد حققت أنك لا تعصي لله أمرا بعينك، لا تعصي لله أمرا بلسانك. تعود ألا تغفل أحدا، طالما أن اللسان معصر عن ذكر الله اجعل هذا اللسان لا يخف في أعراض الناس، لا داعي للغيبة ولا النميمة ولا الكذب ولا الزور ولا اليمين الفاجر ولا الفحش في القول. كل هذه الألفاظ ولا سباب المسلمين، سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، كل هذا في اللسان. فإن تعودت أو عودت لسانك أنك لا تعصي لله به أمرا، لأن الذي أعطاك قوة الكلام وسهولة الكلام هو سبحانه يسلب منك هذه القوة، فقال أنت بهذه النعمة تسلب عندما لا تتقي الله رب العالمين في نعمة اللسان فيه وتعطلها عما خلقت، ألا وهو ذكر الله، ولا يزال لسانك رطب لذكر الله، فمن أصبح وأمسى ولسانه رطب لذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. والبر شيء هين، كلمتان
خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.